مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي أقامت مساء أمس السبت حفل إطلاق لجائزة آدم حنين لفن النحت بمقر متحفه بالحرانية. دي ضمن الفعاليات اللي بتنظمها المؤسسة لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة في الفن التشكيلي. تحية للعظيم آدم حنين. واحدة من أجمل الحلقات اللي أنا يعني قدمتها كانت في مرسمه في مكان النحت بتاعه، ورشة النحت في الحرانية، المعرض كان شيء رائع. خلونا نشوف هذا التقرير عن المواهب التي يكتشفها آدم حنين ونرجع تاني. قلنا نعمل حاجة محركة للشباب وتطلع نتائج، يعني بتوسع الدايرة بتاعتك في النحو، فدي طبعا مهمة جدا. احنا شايفين اللي بيحصل في الميادين وفي الأماكن العامة من تشويه باسم النحت، وبالتالي احنا بنحاول نسلط الضوء على النحت الحقيقي اللي موجود من خلال الشباب النحاتين ده في مصر. الجائزة تحت سن 40 سنة، القيمة حوالي 50,000 جنيه، على مستوى النحاتين المصريين والعرب، وعاملين فرصة كويسة للوقت بحيث كل فنان يقدر يشتغل على نفسه ويقدم تجربته بشكل ناضج وخالص، وإن شاء الله تبقى نقلة نوعية مهمة في حركة النحت المصري المعاصر.